الليرة السورية مستمرة في الصمود أمام الدولار الأمريكي اللي بيشهد تراجع في جميع المحافظات. قرارات عاجلة من الحكومة السورية ومن مصرف سوريا المركزي لوقف نزيف الليرة. في المقابل تراجع سعر الذهب في سوريا أكثر من 2000 ليرة خلال تعاملات اليوم. كل ده بتفصيل هنعرفه من خلال الفيديو، كمل معايا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديث لأسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية اليوم الخميس 1 يونيو 2023. بس قبل ما نبدأ جولة التحديث ما ننساش نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها البركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. قرارات عاجلة وسريعة من الحكومة السورية ومن مصرف سوريا المركزي لانتشال الليرة من عصرتها ووقف نزفها، وكمان تحجيم الدولار في السوق السوداء. وفي المقابل تراجعت أسعار الذهب في سوريا النهاردة بأكثر من 2000 ليرة. وزي ما بنأكد في كل فيديو، تمنينا لتعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري ككل وتعافي اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكلنا نسيج واحد. وبالنسبة للسعر الرسمي لصرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 1 يونيو 2023، فبلغ 8975 ليرة للبيع و 8875 ليرة للشراء. أما بالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المحافظات والمدن السورية اليوم الخميس 1 يونيو 2023، سجل الدولار في منتصف التعاملات بمدينة إدلب 9050 ليرة، وفي اللاذقية سجل 9000 ليرة، وفي حماه سجل 9025 ليرة، وفي منبج سجل 8825 ليرة، وفي جرابلس سجل 8850 ليرة، وفي أعزاز سجل 9000 ليرة، وفي الباب سجل 9000 ليرة، وفي عفرين سجل 9000 ليرة، وفي كوباني سجل 8825 ليرة، وفي الرقة سجل 8825 ليرة، وفي دمشق سجل 9000 ليرة، وفي الحسكة سجل 8850 ليرة، وفي دير الزور سجل 8850 ليرة، وفي السويدة سجل 8950 ليرة، وفي درعا سجل 8950 ليرة، وفي حمص سجل 9000 ليرة، وفي طرطوس سجل 9000 ليرة، أما في حلب فسجل 9025 ليرة. وفيما يتعلق بتحديثات أسعار بعض العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية اليوم الخميس 1 يونيو 2023، سجل اليورو 9587 ليرة للبيع و 9475 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 6609 ليرة للبيع و 6527 ليرة للشراء، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 11148 ليرة للبيع و 11014 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 431 ليرة للبيع و 426 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم 2395 ليرة للبيع و 2365 ليرة للشراء. أما الدينار الكويتي فسجل 29134 ليرة للبيع و 28784 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 12662 ليرة للبيع و 12512 ليرة للشراء. كذلك سجل الجنيه المصري 291 ليرة للبيع و 285 ليرة للشراء. وبالنسبة لتحديثات أسعار الذهب في سوريا بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو 2023، سجل جرام الذهب عيار 24 في سوريا بمنتصف التعاملات 567 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 498 ألف ليرة، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 427 ألف ليرة، وسجلت الأونصة 1967.53 دولار. دي كانت جولتنا لاستعراض تحديثات أسعار الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 1 يونيو 2023. لو وصلتك ما توقفهاش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار وتحديثاتها أول بأول، وتابعني أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.